وللمزيد حول محاولات الحكومة في العراق التغطية على جرائم فرق الموت وتحويل قضاياهم التي اعتقلوا فيها إلى قضايا جنائية، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. أهلا بك معنا أستاذ زياد. أهلا وسهلا، حياكم والله، تحياتي لكم ولكل أهلا المشاهدين بك الكرام. أستاذ زياد. يعني محاولات من جهات حكومية في بغداد لتحويل قضية عناصر فرق الموت المعتقلين فيها إلى تهم جنائية، كيف تقرأ هذه المحاولات والغرض منها؟ نعم، تحياتي للجميع. حقيقة المسألة ليست غريبة، باعتبار أن هناك حلقة وصل وثيقة ما بين فرق الموت التي تقوم بعمليات قتل وخطف واغتيال في بغداد وبقية المحافظات الأخرى، لأن هذه فرق الموت الحقيقة هي جناح عسكري تعتبر للأحزاب التي أنتجت الحكومة الحالية. يعني هناك أحزاب لتيارات مرتبطة بجهات خارجية هي من أبرزت حكومة الكاظمي بكل تأكيد. وعلى سبيل المثال للحصر، هناك عصائب أهل الحق والنجباء وحزب الله ومنظمة بدر والكثير كثير من المنظمات التي تمتلك فرق موت مهمتها قتل وخطف كل معارض للعملية السياسية وكل متظاهر يطالب بحقوق البلد وإنهاء حالة الفساد والقتل والتسيب الأمن في داخل العراق. لذلك الحكومة تحول تلك القضايا إلى جنائية وتحاول لاحقا تسوية أمورهم القضائية وإطلاق سراحهم لاحقا. نعم، لماذا برأيك تنطبق يعني أو تطبق هذه التهم، تهم الإرهاب الواردة في القانون 4 إرهاب، على البعض الذين لم تثبت عليهم هذه التهم ويعفى منها من تأكد الجرم أو بالجرم المشهود ارتكابهم يعني جرائم يحاسب عليها القانون؟ نعم، الحقيقة ليست هناك مشكلة في القوانين العراقية، هناك مشكلة في فهم وتنفيذ تلك القوانين. يعني لدينا مشكلة رئيسية في داخل العراق، أن مفهوم 4 إرهاب هو يطبق لمكون واحد، المكون العربي السني للأسف الشديد هو الذي يطبق عليه هذه المادة، بينما فرق الموت التي تقتل وتغتال وتضرب وتخطف وكل شيء تفعله تحول التهم إلى جنائية. فهذه مشكلة حقيقية في داخل العراق وليست وليدة اللحظة، فحتى قبل الفتوى الكفائية وقبل وجود تلك الميليشيات المسلحة كان هناك جيش المهدي، كان هناك منظمة بدر، كان هناك جهات الآن هي جزء من هذه الدولة، جزء من منظومة الشرطة الاتحادية. حول هؤلاء الضباط الدمج إلى قادة عسكر وإلى قادة في وزارة الداخلية، واليوم يطبقون ما كان يقومون به بالأمس في جنح الليل يقومون بفعله في وضح النهار، وهذا ما يحدث الآن في العراق. لذلك يتم محاسبة القتلة والمجرمين بتهم جنائية تمهيدا لإطلاق سراحهم وتسوية أمورهم عبر قضايا عشائرية أو سياسة ترغيب وترهيب وأموال من تثبت عليه طبعا وبصعوبة هاي المسألة، بينما الآخرين الذين لم تثبت عليهم تلك التهم تشابه الأسماء ولأنهم مكون آخر ممكن أن يحاسب بكل سهولة وممكن أن يتهم بالإرهاب وفق مادة 1-4 إرهاب. بحسب ما أعلن بابا الفاتيكان عن يعني واحدة من أهداف زيارته للعراق هي نشر السلام المجتمعي، هنا السؤال، هل حقا المشكلة في المجتمع العراقي أم في ربما تلك الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال التي تحاول التغطية على جرائم الميليشيات ومنها فرق الموت؟ طبعا أنا أريد أن أسأل السؤال حقيقة لكل مشاهديكم الكرام، قبل 2003 هل شهدنا حروب أهلية في داخل العراق؟ هل شهدنا مشكلة بين المسيحيين والإسلام؟ أو هل شهدنا مشكلة بين السنة والشيعة؟ أو شاهدنا مشكلة بين المكونات؟ وهنا لا أقصد على النظام قبل 2003 فقط، بل حتى في العصر الملكي وقبله من العثمانيين كانت هناك ثورات مثل ثورة 20 كل الشعب العراقي شارك بها، حتى الأكراد من محمود الحفيد وأهلنا في تل العفار
في كل المحافظات العراقية وفي جنوب العراق. القصد أن ما يحدث الآن بكل تأكيد لا يوجد مشكلة في السلم الأهلي، هناك مشكلة في احتلال البلد. هناك أشخاص للأسف، طبعا زيارة البابا زيارة مرحب بها وهي رسالة سلام ومحبة واطمئنان ومسألة ممتازة وأكثر من رائعة، لكن للأسف الشديد دائما ما تحاول الحكومات الاستفادة من هذا الأمر، مثل ما شاهدنا استقبال عادل عبد المهدي الذي يديه ملطخة ب 700 شهيد من أبطال ثورة تشرين، شاهدنا ريان الكلداني الذي وقعت عليه عقوبات، وشاهدنا الكثير من قادة المنظمات الإرهابية والأحزاب والميليشيات. حقيقة هذا أمر مؤسف، نحن نريد أن تكون لزيارة البابا أثر إيجابي في تخلص العراق من الإرهاب الذي تنتهجه الأحزاب في العملية السياسية، وتخلص العراق من وضعه الحالي المزري ونبذ ثقافة العنف وإنهاء التسلح في داخل العراق. لكن للأسف الشديد ما يحدث هو تكريس لثقافة انتشار السلاح واستقبال قادة الميليشيات اليوم مثل ما شاهدناه هادي العامري. الحقيقة أمر مؤسف جدا، وخاصة عندما تأتي شخصية لها اعتبار كبير مثل قداسة البابا وهي شخصية مهمة جدا للعراق، نعتقد بأن هذا الأمر مؤسف، والحكومة تريد أن تتلاعب بمشاعر الآخرين عندما جعلت من بعض القادة وفرق الموت يستقبلون قداسة البابا في العراق. نعم سيد زياد، يعني بما أن نتحدث عن موضوع السلم المجتمعي، كيف ترى آثار استمرار الأحزاب في دعم وإخفاء جرائم فرق الموت وغيرها يعني من الميليشيات على الأمن والسلم المجتمعي في العراق؟ هناك نقطتين، أحدهما سلبية والإيجابية. السلبية في الموضوع أن قادة هؤلاء الميليشيات ما زالوا للأسف الشديد مدعومين من قبل المجتمع الدولي، يعني منظمة الأمم المتحدة وممثليها يستقبلون قادة تلك الميليشيات، المجتمع الدولي ما زال يعترف بتلك الميليشيات للأسف الشديد، وهذا أمر مؤسف ويحز بالنفس، وهذا يعني بقاء تلك الميليشيات فترة أطول. ما الجانب الإيجابي بالموضوع أن كل أبناء الشعب العراقي بكل مكوناتهم أدركوا بأن تلك الميليشيات وهؤلاء قادة فرق الموت أصبحوا منبوذين من داخل المجتمع العراقي، رغم الغطاء الدولي ورغم دعم الأمم المتحدة لهم، رغم استقبالهم من قبل ممثلين ومبعوثين دوليين، لكن الحقيقة الشعب العراقي أدرك بكل مكوناته بأن تلك الميليشيات التي قتلت في الأنبار وفي الموصل وفي صلاح الدين تقتل اليوم في الناصرية وميسان والبصرة وكربلاء وبغداد وبقية المحافظات. إذا أصبح الشعب العراقي اليوم لديه وعي أكبر وأكثر وإدراك أوسع بأن فرق الموت ليس لها مكان في العراق في مستقبل العراق بتاتا، وهذا أمر إعلامي. نعم الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، كنت ضيفنا عبر الهاتف من فيينا، شكرا جزيلا لك.